تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تم الاحتفال بالذكرى 44 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يوم 26 نوفمبر 2018 بولاية المسيلة. تم الاحتفال بحضور السيد عبد القادر بوعزغي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والسيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وإطارات القطاع، وكذا فلاحين من مختلف ولايات الوطن. الملتقى هذا يعني تلاقوا كل الولايات وباش تكون عندنا استمرارية في التنمية الفلاحية وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية. نحتفل بذكرى 44 للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والفلاحين موجودين بقوة في هذا الاحتفال ذكرى هذه، لأن هذه ذكرى عزيزة على كل الجزائريين كل الفلاحين. فرحين بالزيارة هذه اللي فيها الوزير وفيها أمين العام تاع الفلاحة وفيها من 48 ولاية، فرحين بها بزاف بزاف. وبالمناسبة بعث رئيس الجمهورية برسالة تلاها عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أبرز من خلالها الأهمية التي يمثلها قطاع الفلاحة في الاقتصاد الوطني، ليمثل اليوم 12.3% من الناتج الداخلي الوطني الخام بفضل الدعم الذي يحظى به القطاع من طرف الدولة. بتنفيذ هذه السياسة سجل قطاع الفلاحة تطورات ملحوظة في مجال حماية العقار الفلاحي وتحرير المبادرات الخاصة وتشجيع الاستثمار والحث على إيجاد أسواق خارجية جديدة للمنتجات الفلاحية، مع تثمين الدور السيادي لمصالح الدولة في الضبط والحرص على احترام معايير الصحة والسلامة والجودة. وقد سمحت هذه التدابير من الارتقاء بالمؤشرات الكلية لقطاع الفلاحة، حيث أصبح يمثل اليوم 12.3% من الناتج الداخلي الوطني الخام بنسبة نمو تربو عن 3.25%، وقيمة إنتاج تفوق 3,216,000,000 جزائري. كما أصبحت الفلاحة في الجزائر تشغل قرابة ربع تعداد اليد العاملة. إن الدولة ستظل دوما إلى جنب الفلاح. وقد وجهت بهذا الخصوص الحكومة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة في أبريل 2018 إلى الاستمرار في تنفيذ آليات دعم ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد. وفي ذات الرسالة أكد الرئيس حرص الدولة على حماية العقار الفلاحي. وفي ذات السياق أنني حرصت وأحرص دوما، يقول السيد رئيس الجمهورية، على أن تجعل الحكومة من العقار الفلاحي إحدى أولوياتها، تفعيلاً للمادة 19 من الدستور، واعتباراً لكونه خط أحمر لا يجوز تخطيه. لا سيما من خلال تأمين حيازته واسترجاع ما لم يتم استغلاله بشكل عقلاني واقتصادي. من جهته جدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين دعم الاتحاد لرئيس الجمهورية لمواصلة قيادة البلاد. فإخلاصنا المتواصل هو إخلاصنا لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إخلاصه للجزائر وتواصلنا معه لتواصله مع ما يفيد الوطن، ومطالبتنا له منذ 1999 هي نفس المطالبة اليوم، الاستمرارية في قيادة البلاد وما ينفع البلاد. الاستمرارية في قيادة البلاد وما ينفع البلاد. و
وبالمناسبة كرم رئيس الجمهورية من طرف الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بهدية تسلمها عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية.